الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محبي ومتابعي منصة دروسكم، معكم الأستاذة حلاسة أسماء، أستاذة الرياضيات للطور الابتدائي. إذن أرحب بكم في هذه الدورة المسجلة على منصة دروسكم. تتضمن هذه الدورة السنوية حصص مسجلة لحصص مباشرة، بحيث تناولنا فيها كل دروس السنة الخامسة ابتدائي. إذن تتضمن دروس وشروح لها، بالإضافة إلى تطبيقات وتدريبات وتمارين لهذه الدروس، بالإضافة لمراجعات للفصول الثلاثة، كما تتضمن أيضا التدريب على امتحان تقييم المكتسبات. الشيء المميز في هذه الدورة، تجدون فيها تفاعل التلاميذ والأسئلة التي تم طرحها وأنا أجبت عنها. ربما تتساءلون، ماذا لو تبادر لذهنك بني أو بنيتي سؤال؟ إذن لا تتردد واطرح هذا السؤال في خانة اطرح سؤال وسأجيبك بإذن الله. إذن خلال هذه الدورة السنوية، إذن سنتناول فيها إذن الميادين الأربعة للرياضيات. أول ميدان الأعداد والحساب، إذن والدروس المقررة في هذا الميدان، الأعداد الأقل من 100 مليون، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى جمع وطرح الأعداد الطبيعية، بالإضافة إلى عملية الضرب. كما نتناول أيضا الكسور العشورية والأعداد العشورية، بالإضافة إلى جمع وطرح أعداد طبيعية وعشورية، إضافة إلى عملية القسمة. دائما نواصل في هذا الميدان. وضعيات مختلفة تتضمن عملية الجمع والطرح، الضرب والقسمة، مع خطوات ومراحل حل وضعية إدماجية طبعا رياضية. الأعداد العشورية والمستقيم المدرج، مقارنة وترتيب أعداد عشورية. كما أيضا سنتناول بإذن الله الأعداد العشورية وقياس المقادير وقيمة الرقم حسب منزلته في عدد عشوري. إذن نمر للميدان الثاني، ألا وهو الهندسة والفضاء. إذن سنمسح ماذا؟ برنامج السنة الخامسة في ميدان الهندسة والفضاء. إذن وسنبدأ بالاستقامية، ولا ننسى الدائرة ثم المجسمات، بالإضافة إلى نقل شكل وإتمامه وإنشاء أشكال هندسية. أما الميدان الثالث والذي ستدرسونه بإذن الله، هو ميدان المقادير والقياس. إذن سنتعلم ماذا؟ الأطوال، الكتل، السعات، بالإضافة إلى المدد، ونتعلم أيضا محيط المربع والمستطيل ومساحة المربع والمستطيل. آخر ميدان نختم به في برنامج السنة الخامسة بإذن الله، تنظيم معلومات في جدول، تمثيلات بيانية ومخططات، بالإضافة إلى التناسبية. وآخر درس بإذن الله سنختم بالنسبة المئوية. إذن كل هذا وأكثر ستجدونه في هذه الدورة المسجلة، وسأترككم مع مقاطع من هذه الدورة. إذن متابعة شيقة وممتعة ونافعة بإذن الله، ونلتقي في الحصة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إما 0 100، إما 3 أصفار 1000، إما 4 أصفار 10,000، وهكذا. إذن ما نوع هذه الكسور؟ لا يهمني البسط، وإنما يهمني المقام. إذن نسمي الكسور، إذن 75 على 1000، 95 على 100، 7 على 10 هي كسور عشورية، لأن مقاماتها إما 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000. إذا الكسر العشوري تعلمنا أبنائي سابقا هو الكسر الذي مقامه قلنا 10 100 1000، أو نقولوا قوة 10، أو من أصحاب 10 أو أتباع 10. إذا 35 على 10 هو كسر عشوري، لأن مقامه ماذا؟ العبرة بالمقام 10. بإذن الله
أحسنتي لوجين، توحيد المقامات. عماد الدين يقول نعم، إذا رحين نوحد المقامات ونجمع الكسور، لماذا نجمعها؟ فهم السؤال نصف الجواب. ماذا أعطي لي في هذه الوضعية إذا علمت؟ هاني سطرت، شوف نعود نمحيها ونسطر عليها باش يلاحظها زملائكم اللي تغيبوا ربما، والذين إذا سأغضب منهم من لم يحل الواجبات أو الحقوق المنزلية. إذا علمت أن النتيجة المؤهلة للبطولة الوطنية تشترط أن تكون مساوية أو أكثر لأربعة بجمعي، جمعي ركز عليها، بجمع نتائج التلاميذ. إذا لابد إذا أن أجمع هذه الكسور وأرى إذا كانت النتيجة. انظروا المربع، من أنا؟ عرفتموني؟ إذا مما يتكون المعين أيضا يتكون من أضلاع، والضلع نرمز له بضاد، ضاد. إذا أربعة أضلاع. إذا نفس الشيء، ما من أنا؟ أنا رباعي الأضلاع، أضلاع الأربعة متقايسة ولدي أربع زوايا قائمة. عرفتموني من أنا؟ أنا المربع. شتو الفرقة؟ المعين لا وجود لزوايا قائمة فيه، كون جي نرسم المعين باليد الحرة، ها رايحة نحصر عدد بين عددين عشريين، لكن الآن لهما ماذا؟ رقم واحد في الجزء العشري. دوك بالمثال تتضح. إذا نفس العدد السابق، الآن لدي حنحصر 4.2. شوف هنا الحالة الأولى راح نحصر 4.2، والحالة الثانية 4.23. شوفوا هنا لو قارنت بين العددين، إذا نكتبها هنا باش يجيو متقابلين. هنا عندي العدد الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى، ثم سأحصر الحالة الثانية. إذا ركز معايا، هنا واش طلب مني في السؤال؟ أن أحصر العدد العشري بين عددين عشريين لهما رقم واحد في الجزء العشري. إذا دائما أكتب العدد في الوسط، أضع الرموز. شوفوا هنا، هنا راح نحصر بين عددين عشريين عندهم غير رقم واحد في الجزء العشري. إذا هل الجزء الصحيح يتغير؟ لا يا أستاذة، يبقى الجزء الصحيح كما هو، يعني 4.4. الآن وش رايحة نحصر بين عددين لهما رقم واحد في الجزء العشري؟ يعني راح نحصر ماذا بالضبط؟ أحسنتم، مرتبة الأعشار، مرتبة العشر هي اللي راح نحصرها، لهما رقم واحد في الجزء العشري. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم أمان امتياز.